Hah? Enggak tahu. Kenapa maksudnya apa? Tahu. Enggak tahu. Kenapa suka sama dia? Iya. Iya. Kenapa suka? Enggak tahu. Kamu keluar ya? Enggak. Berapa orang di dalam? Enggak tahu. Kamu aja? Iya. Dari mana asalnya? Enggak tahu. Kamu jin yang kuda luping itu? Enggak. Enggak? Enggak. Terus jin dari mana? Enggak tahu. Enggak tahu? Enggak. Kenapa masuk kenapa? Enggak tahu. Keluar ya? Enggak. Terus mau apa? Enggak tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي كنتم توعدون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء رفع فناس فناس نعم mau masuk Islam enggak mau kenapa mau enggak mau dengarkan ayat ini ya إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام agama din yang benar itu yang hak itu adalah Islam. Kalau kamu masuk Islam, insya Allah kamu akan selamat dari neraka. Mau kan? Kalau nggak mau itu tempatnya nanti sama orang-orang kafir di neraka. Hadzihi jahannamul lati kuntum tu'adun hadzihi jahannamul lati kuntum tu'adun innal munafiqina fi dharril asfali minan nar. Nanti neraka kamu akan makan buah zakum. Tahu bola tuh? إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمحلي يغلي في البطون كغلي الحليب. Mau apa zakum? Enggak mau. Enggak mau kan? Anas. Ayo masuk Islam ya. Apa kalimat syahadat? Ashhadu. Ashhadu. Alla. Alla. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Rasulullah, aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad, utusan Allah. Nah, kalau kamu udah Islam, itu ada syaratnya. Tidak boleh berbuat dosa dan maksiat. Masuk dalam tubuh manusia itu kemaksiatan, kezuliman. Tidak boleh. Harus keluar ya. Udah, kamu keluar sekarang ya. Syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra ma unzila ala al-malakain bi Babil Harut wa Marut وما يعلمان من أهل حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أهل إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من حلاق ولبئس ما سروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار
أولئك أصحاب النار هم فيها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إنا إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارك إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفلك التي تجري في البحر بما ينفع النار غاسق إذا وقب ومن سر النفاثات في العقد